قال النائب الأول لمحافظ نينوى سيروان روجبياني إن محافظة نينوى هي عراق مصغر فيها كل القوميات والأديان، وإن سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني تهدف إلى تقديم الخدمات لكل الناس بغض النظر عن قومياتهم، مشيرا إلى أن الحزب يقف على بعد مسافة واحدة من الجميع. طبعا احنا انتم تعرفون وتعلمون محافظة نينوى من اكثر المحافظات التي تضرر اثناء فترة احتلال داعش وبالاخص مدينة الموصل، ونحن كحكومة محلية ننظر الى جميع الاقضية والنواحي بمسافة واحدة، وهدفنا ان نخدم اهلنا في محافظة نينوى والاقضية والنواحي التابعة لمحافظة نينوى. واكيد برنامجنا هو حسب، ونحن ك حزب الديمقراطي الكردستاني نسير على منهج فخامة الرئيس كاك مسعود البارزاني الذي تؤكد دائما على ان نكون خادم لكل اهلنا في مدينة الموصل ومحافظة نينوى.